بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سوف نتحدث عن الـ exceptions. لأن ما هي الـ exceptions؟ الـ exception هو عبارة عن error يحدث أثناء تشغيل أو تنفيذ البرنامج، وبالتالي يؤدي ذلك إلى توقف البرنامج مباشرة. مجرد ما وصلنا إلى هذا الـ error يؤدي إلى توقف البرنامج. الآن الحل هو عبارة عن استخدام try except statement to handle هذا الإكسبشن. الآن لمعالجة هذه الأخطاء والتعامل معها رح نستخدم لتراي إكسبت ستيتمنت. الآن عند حدوث مثل هذا الإكسبشن، الآن في حالة استخدام تراي إكسبت ستيتمنت، أوكي، سوف نقوم بمعالجة هذا الإيرور، أوكي، وبالتالي برنامجنا رح يظل قادر إنه يكمل بدون أي إيرور وبدون أي مشاكل. أوكي، مثال، شوفوا عندنا هنا مثال. الآن في عندي function اسمه main بيستقبل رقمين integer number 1 و number 2، أوكي، بدخلهن اليوزر. الآن result equal number 1 تقسيم number 2. الآن وهذا البرنامج يقوم بطباعة حاصل قسمة الرقم الأول على الرقم الثاني. الآن فمثلا لو عملنا run لهذا البرنامج، إذا قام اليوزر بإدخال 10 رقم الأول ودخل الرقم الثاني 0، فيؤدي هذا شو راح يعمل؟ راح يؤدي ان الريزلت تساوي 10 تقسيم 0. مباشره مجرد ما قسمنا 10 على 0، طوالي راح يصير عندي اكسبشن، وهذا الاكسبشن مباشره راح تطلع مسج على الشاشه زيرو ديفيجن ايرور. هذا نوع الايرور او الاكسبشن اللي صار، وهو انتجر ديفيجن اور موديولو باي زيرو، اي محاوله للقسمه على صفر مباشره راح يطلع لي اكسبشن. الان بمجرد ما وصلنا لهاي الجمله، الان البرنامج راح يتوقف مباشره ويطلع لي هاي الايرور على الشاشه. اوكي، الان مثال ثاني. اوكي، هذا برضه عبارة عن مثال ثاني. أوكي، لاحظ هنا عند لما ننفذ هذا البرنامج، أوكي، الآن راح يطلب هنا من اليوزر يدخل عدد الأورز، عدد الساعات. إذا اليوزر دخل مثلا رقم 40 على سبيل المثال، الآن رقم 40 بالإنبوت، أوكي، بده يتحول لإنتجر مباشرة. الفورتي الانتجر ما بتقدر تحولها لانتجر، هذا الفانكشن انتجر ما بيقدر يحولها لانتجر هاي كلمة 40، وبالتالي هاي طوالي راح تعطي اكسبشن، وبالتالي الان راح يتوقف البرنامج مباشرة، مش راح يكمل بالمرة، وراح يطلع لي مسج على الشاشة تعطيني اي سطر بالضبط حدث هذا الاكسبشن. اوكي، وبالتالي راح يعطيني اوكي رقم سطر لاين 17 اللي هو استدعاء المين. المين في الرقم سطر 5 هو اللي أعطاني هذا الإكسبشن. شو بقول لي الإيرور؟ value error، أوكي، هذا اسم الإيرور. لاحظوا كل إكسبشن له اسم، مثلا هذا الإكسبشن اسمه value error. الآن invalid literal for int for int with base 1040. الآن إيش بقول لي هنا؟ إنه هذا كلمة 40 مش ما بنقدر نحولها لإنتجر. أوكي، وبالتالي مباشرة مجرد ما صار هذا الايرور رايح يتوقف البرنامج. الآن الحل هو استخدام try except. نكتب try، نكتب مجموعة من الستيتمنت قد ما بدنا فيها، اوكي، الاكسبت. الآن هذا الجزء الاكسبت راح يتنفذ بمجرد ما اكتشفنا اكسبشن بجزء لتراي. الآن هنا هذا اسم هذا الايرور، اذا راح تتنفذ هذول الستيتمنت اللي داخل هذا الاكسبت، اوكي، اذا حدث الاكسبشن اللي اسمه محدد ضمن الاكسبت او جزء الاكسبت. اوكي، الان بشكل عام جزء التراي بتنفذ، اذا ما فيش ولا اي اكسبشن مباشره بتنفذ جزء التراي وراح يعمل جمب عن جزء الاكسبت. الان اذا جزء التراي صار فيه اكسبشن، المباشره راح يروح على جزء الاكسبت ويصير يقارن بين اسماء الاكسبشن نيم اللي موجوده. فأول واحد بالطابق مباشرة راح ينفذ جزء الإكسبت الخاص بهذا الإيرور. أوكي، الآن كمثال خلينا نشوف. أوكي،
مثال على موضوع التراي اكسبت. خلينا نشوف التالي. لو عرفت فانكشن اسمه مين، اوكي هذا فانكشن مين، لو انه بطلب يدخل قيمتين اكس ايكوال انتجر انبوت انتر نمبر 1، اوكي ودخلنا من الدخل رقم ثاني واي. طبعا هنا مثال على التراي اكسبت واي، اوكي هسه الريزلت بتساوي اكس تقسيم واي، وهون عندي برنت ريزلت اوكي تساوي فاصلة ريزلت. اوكي الان هو لو عرفنا المين او استدعينا عفوا المين وكتبت تحت الاستدعاء برنت مثلا كلمة ذئب، الان لو نعمل ران لهذا البرنامج طلعه، هاي عملنا ران انتر نمبر 1 لو قلت له مثلا رقم 5، انتر نمبر 2 اوكي بس خلينا نظبط هاي، هاي 2 اوكي من ران انتر نمبر 1 لو دخلنا هون رقم 5، انتر نمبر 2 لو دخلنا هنا 3، وبالتالي راح يقسم لي 5 تقسيم 3 وحطه بالريزلت ويطبع لي الريزلت، فراح تكون هاي النتيجه ما فيها اي مشكله. ومجرد ما خلص المين راح يرجع لتحت المين ويطبع لي جمله برنت ذا اند. اعمل رن مره ثانيه، برنت نمبر 1 لو قلنا رقم 5، برنت نمبر 2 لو قلنا 0، مباشره اوكي اعطاني ايرور واعطاني حتى رقم السطر لاين رقم 6، اعطاني رقم السطر راح يقول لي انه ريزلت ايكوال اكس تقسيم واي، هاي الجمله اعطتني اكسبشن، فهو الاكسبشن نوع ديفيجن باي ديفيجن زيرو ايرور اوكي، وهنا بشرح لي عنه ديفيجن باي زيرو. طب الان شو بده يصير؟ اول ما يتنفذ البرنامج راح يتنفذ راح يستدعى المين، راح يجي لهون دخل الرقم الاول دخلنا 5 بالواي دخلنا 0، هسه ريزلت بتساوي 5 تقسيم 0 طبعا راح يصير اكسبشن. مجرد ما يصير اكسبشن خلص بوقف البرنامج ورايح مباشره يعرض لي هاي الايرور مسج على الشاشه وبعطيني باي سطر اوكي صارت بالضبط اي اسطر اللي عملت تداخل الملف. المشكله راح يوقف البرنامج، فاي شيء تحت هي وهذا الايرور مش راح يتنفذ بالمره، يعني لا رايح تنطبع النتيجه ولا راح يرجع على المين وراح يطبع كلمه ذا اند. الان اذا احنا بدنا نعالج مثل هاي الاخطاء فبنقدر نعالجها باستخدام تراي اكسبت ستيتمنت. كيف بنحطها؟ طيب كالتالي، نحط كودنا الطبيعي داخل جزء التراي، كودنا الطبيعي اوكي هون بنحطه نعمل اندنت، هذا جزء التراي. الان الجزء اللي وبعمل جزء الاكسبت اوكي بحط جزء الاكسبت وبحط اسم الايرور تبعي، انا الايرور تبعي ديفيجن باي زيرو زي اللي بيطلع بالضبط، بحط نقطتين فوق بعض. هون بكتب الستيتمنت اللي بدي اياها، بكتب اي شيء بدي اياه، مثلا ممكن اكتب له برنت اللي هو مثلا ايرور اي شيء مثلا دي بايت باي زيرو اوكي. لان شو هسه راح يصير؟ هسه لو نعمل ران رايح اول شيء يتنفذ المين، فطلع المين فوت جزء التراي اكس ايكوال انتر نمبر 1 هاي نمبر 1 لو قلنا 5 انتر، هسه واي ايكوال انتر نمبر 2 لو قلنا 3 انتر اوكي. الان ريزلت ايكوال 5 تقسيم 3 بقسم 5 على 3 بحطه بالريزلت. الان برنت ريزلت ايكوال راح يطبع لي الريزلت ايكوال هيها اوكي، بعديها راح يطلع بريد جزء الاكسبت، وبعدين وين راح يروح؟ راح يرجع تحت المين لانه خص المين وبرنت ذا اند. الوضع طبيعي. هسه السؤال لو صار في اي ايرور اوكي، لو حطينا اذا فتنا على المين استدعينا المين راح نروح على المين تراي اكس اكس ايكوال انتجر دخلنا 5 انتر نمبر 2 للواي حطينا 0، المباشره شو راح يصير؟ مباشر راح يقسم لي 5 تقسيم 0 راح تعطيني ايرور طوالي هذا ديفيجن باي 0، فالان راح مباشره راح يروح على جزء الاكسبت، من هون راح يعمل جمب على جزء الاكسبت. لا
هسه الان احنا هون انا كاتب اكسبت وحده، طبعا ممكن يكون اكثر من اكسبت، يعني هيك تراي اكسبت 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 اكسبت، فبلش يقارن فيه انه واحد. هسه الايرور اللي صار راح نشوفه، هل هو ديفيجن باي زيرو، زيرو ديفيجن ايرور؟ الجواب نعم، مباشره راح تتحقق هاي الاكسبت، فراح يظل ينفذ بهاي الاكسبت، فبيجي بنفذها وبس يخلصها شو بعمل؟ بكمل تنفيذه، وبالتالي راح يجي على جزء الاكسبت. هل هو ديفيجن؟ نعم، معناها راح يجي لهون برنت ايرور ديفايد باي زيرو، وبالتالي راح يطبع لي هاي الجمله، هي طبعها بعديها راح يطلع من جزء التراي اكسبت، وبالتالي لما يطلع من جزء التراي اكسبت بكون بهيك طلع من المين، خلص المين، الان راح يرجع لتحت المين برنت ذا اند، راح يطبع لي ذا اند، وبالتالي هاي هي عباره عن طريقه استدعاء او طريقه استخدام التراي اكسبت.